السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات للفيديو المرة دي. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. هبدأ معاكم النهاردة بكيكة التايجر. طبعا الكيكة كلها كلنا بنحبوها، الجو تلج والدنيا ساقعة يا جماعة، كده نحاول نقوم نعمل حاجة ندفي بيها البيت. وطبعا السنة الجديدة قومي بقى وتنشطي واعمليها لولادك. كل سنة وانتم طيبين. معانا هنا كوباية ونص دقيق، الكوباية اللي بتعيري بيها عايري بيها كل المقادير، كوباية ونص دقيق. معانا معلقة كاكاو خام كبيرة، معانا معلقة نشا، ذرة الملح السنة يا جماعة، معلقة البيكنج باودر وبيضتين والفانيليا، وكوباية من اللبن، كوباية من السكر، 3/4 كوباية زيت، نقطة الخل اللي احنا متعودين عليه. طبعا انا انخلي دقيق وانخلي كل المكونات الجافة اللي يكون معاكي، انخليها مرة واتنين وتلاتة، مفيش اي ضرر خالص. كل ما بتعملي لها فلترة كده للدقيق وتطلعي منه الرطوبة، كل ما بتبقى الكيكة بتاعتك نتيجة ممتازة وتبقى كويسة معاكي. هنبدأ دلوقتي ندخل المواد الجافة اللي هنحطها على الدقيق. طبعا اللي هي ذرة الملح ومعلقة النشا ومعاهم معلقه البيكنج بودر، وطبعا بقى المكونات الباقيه سايله انتوا عارفين هنعمل فيها ايه، هنحطها في الخلاط. فحضري خلاطك كده وقومي حطي المكونات السايله اللي معاكي. بصوا يا جماعه، انا بحب اضيف السكر مع الزيت عشان ذوبان السكر بالنسبه لي ده سبب من اسباب يا جماعه اللي ممكن يغمق معاكم شكل الكيكه. دوبوا السكر جامد خالص علشان ما يبقاش موجود في الكيكه معاكي، وبعدين يبقى ضيفي بقى البيض وحطي الفانيليا واللبن والخل. دي في مكوناتك بتسلسل كده وبالراحة. وطبعا شوفي انا بوريكي شكل القوام بتاع الزيت والسكر عامل ازاي مع بعضه. هضيف بقى المكونات السائلة الباقية اللي موجودة معانا، احطها في الخليط اهوت في الخلاط، واحط معلقة الفانيليا نص زازة، على فكرة مش زازة كاملة، دي كانت باقية عندي. متحطيش فانيليا كتير في اي حاجة انت بتعمليها، كتر الفانيليا معاكي يعمل معاكي مرارة في الطعم، يخلي الطعم مر معاكي، خليك الحاجة مش يعني طعمها مش ظريف قوي يعني. فطبعا دي برضو حاجة بترتبط بزفرة البيض اللي معاكي. في بيض بيبقى ليه ريحة نفاذة بتحبي انت تضيع الريحة اللي فيه، وفي بيض عادي ممكن ريحته تضيع مجرد ما تحط له الفانيليا. هننزل بقى المكونات دي كمان، وتقلبي طبعا الخليط بتاع الكيكة من فوق لتحت كده تخليه متجانس بشكل جميل، وتطلعي الهواء اللي موجود في العجينة معاكي. هبدأ بقى اقسمهم على نصين. طبعا معلقة الكاكاو اللي احنا هنضيفوها دي بعد ما قسمنا الخليط هنضيف عليها معلقتين من اللبن او معلقة حسب ما تخلي الخليط معاكي سايل وشكله متناسق ومش تقيل معاكي ولا حاجة في الاستخدام. عارفين طبعا الاضافة دي لازم تضيفيها لبن، حطي فيها لبن يعني زوديه زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. انا هضيف معاكم معلقتين اللبن الكبار على الخليط عشان يدوب معلقة الكاكاو دوت، وفي نفس الوقت تبقى متوازنة للخليط كله لما قسمنا لنصين. هجيب بقى الصينيه معايا اللي انا هعمل فيها، ودهنيها كويس طبعا بالزيت براحتك، عايزه بالسمنه وتحطي تعفريها بالدقيق دي حاجه ترجع لك انت. وطبعا تحاولي كل الجوانب اللي بتبقى في الصينيه حاولي ان انت تعمليها خالص بالزيت علشان ما تبقاش الكيكه تطلع منك وتلاقيها ناشفه من الجوانب او الحروف متعرفيش تطلعيها، لا دي بتبقى سهله معاكي. هاتي كوبايه بقى اي شكل عندك معوج، اي شكل عندك موجود، حباه، اي نوع يعني قارب بشكل معين، حط زي ما انت عايزه. انا بحط الكوبايه كده وزي ما انتم شايفين، فما بحبش اقسمها الصراحه بالنص، يعني كنت ممكن احط اي حاجه فاصله تانية واقسم الخليط ده بالنص، بس انا بحب اعمله كده بالكوبايه، بيدي شكل ومنظر جميل يعني كده وهي بتتعمل. ما عندكيش كوبايه ممكن تعمليها بازازه، ممكن تعمليها معلقه ومعلقه، ممكن تنزليها براحتك برضو اللي انت عايزاه، بس يعني الشكل دوت بيخلي الولاد يبقوا فرحانين ويحسوا كده بتغيير في شكل الكيكه. طبعا انتوا عارفين ان ولادنا مش اي نوع بيحبوا في الكيكات، هم لو ما كانوش لقوا كيكه فيها شوكولاته مش هياكلوها، فتعودوا دايما انتوا تغيروا لهم الموضوع يا جماعه معاهم وتخلوها شكلها متغير، يعني كل شويه تغيروها لها في شكلهم في شكل الكيكه هيتعجبهم جدا. ابداوا بقى شوفوا زي ما انا بعمل كده، بضيف حبه حبه كده بقسمها على نصين. شايفين بقى شكل ما شاء الله قارب معانا بقى عامل ازاي، بقى تحفه شكلها جميل جدا. حلوه. يعني هي دي كفايه اصلا كده تخش الفرن على كده. طبعا واحنا بنتكلم مع بعض كده بنكون مقيدين الفرن من قبل ما تحطي حاجتك وتكوني مكوناتك وتجمعي الحاجه المحتويات بتاعه الكيكه. شغلي الفرن من تحت من تحت بس يا جماعه، اي نوع كيكه مش بنشغله الفرن خالص من فوق، دخليها وطلعيها شوفي جمال ما شاء الله اللهم بارك عامله ازاي، شكلها جميل جدا.
بالهنا والشفا طبعا على قلب الكلوها، وتسلموا ويسلم كلامكم الحلو. ولو وصلتي معايا للحظه دي يا ريت ما تبخليش عليا باللايك والكومنت والاشتراك في قناتي عشان عيلتي تكبر بيكم يا جماعه. واتمنى منكم طبعا رايكم. بصوا هي شكلها النهائي كان عامل ازاي معاكم، فجودي اللي كانت بتجربها يا ريت توريني، ابعتلكوا لايك لايك بقى يا جماعه، ما تبخلوش عليها باللايكات. فطبعا كالعادة وصفة سريعة وسهلة معانا، ونقدر نعملوها في أي وقت احنا عايزينه براحتك. والسلام عليكم.